بعمل نيو شيت، هتلاقي ايه؟ في دروينج، في بارت واسمبلي ودروينج. الدروينج لاي اوتس ده بيبقى لوحات تنفيذيه للبارت او للاسمبلي. رسمت البارت، عايز اعرف ابعاده، زي الجورنال بيرج اللي احنا نزلناها دي كانت ايه؟ دروينج لاي اوت. كنت منزل البارت، الثلاث مساقط والايزومتريك والابعاد، عايزين نعرف ازاي نعمل الحاجه دي. طيب بالنسبه للاسمبلي هيبقى في كذا بارت، فلازم يبقى في بارتات، وعندك بالونز كده بتحدد ده بارت رقم 1 2 3، وتيبل بقى بيقول لك 1 ده الفلان فلاني، 2 ده البارت الفلاني، تمام كده؟ طيب نفتحه ازاي؟ زي ما احنا قلنا اهو، نيو شيت، هنختار دروينج وبعد كده ايه؟ اوكي. اول ما هتفتح هيطلع لك الصفحه دي، هيقول لك اختار اول حاجه السايز بتاع الورقه بتاعتك، في A0 وA1 وA2 وA4 وA3، الكلام ده فاكرينه يعني، عارفينه بتوع عماره اكتر يعني. طيب اكبر حاجه A0 خلينا شغالين فيها بس عشان الصور تبقى باين. طيب ايه ديسبلاي شيت فورمات دي؟ هو السوليد ووركس بينزل شيت فورمات كده للوحه من عنده، يعني بيرسم تيبل وحواف كده من عنده. شايفين اللون الازرق ده اللي في الصفحه دي؟ واضح الشكل الازرق ده، في خطوط زرقاء كده، ده تيبل تحت هنا وشويه خطوط كده، صح كده؟ انت عايز تظهر الكلام ده ولا مش عايز؟ خلينا نظهره وهنشوف نمسحه ازاي ونعدل عليه ازاي، تمام؟ هندوس اوكي. طبعا انا ايه، ما كنتش ضايف بارت، فهو اوريدي مش عارف هيعمل ايه دلوقتي، فهيقول لي ايه؟ اختار البارت، اختار، لكن هنختار طيب اخترت، دوست عليه دبل كليك، غير لي الشاشه على طول، الصفحه اللي كانت على الشمال دي اتغيرت، بقى في ايه بقى؟ هنكبرها كده، هتلاقي ان انا وانا على الصفحه في زي مستطيل كده طالع، ايه المستطيل ده؟ ها؟ المستطيل اللي طالع دلوقتي بالماوس بيتحرك معايا ده البارت، بس ده مسقط من البارت، ده مسقط في من الريفيجن بارت، يعني انا اوريدي اول ما اخترت البارت هو على طول ايه عايز ينزل اول مسقط فيه وتاني مسقط فيه وتالت مسقط فيه، تمام؟ تعال نجرب ندوس تكه كده هتلاقي نزل البارت ده. طب انزل بالماوس، انا لسه ما بعملش حاجه، بنزل بالماوس كده اهو، ده الايه؟ بلان. طب كده جبت السايد فيو، طب كده جبت ايزومتريك، طب ممكن اجيب ايزومتريك من كذا ناحيه، نفس الموضوع، البلان ممكن اسقطه من فوق او اسقطه من تحت، السايد فيو ممكن ابص عليه يمين او ابص عليه شمال، خد بالك هتختلف لو الشكل من فوق غير الشكل من تحت هيختلف. طيب وليكن هننزل البلان وننزل ايه؟ سايد فيو. طيب ندوس اوكي ونشوف هنعدل عليهم ازاي. طيب هنختار اول مسقط، دي اللي كانت طالعه لنا صح كده؟ مش هي دي الصفحه اللي كانت طالعه لنا؟ طيب هتلاقي هنا بيقول لك اختار الباك، طبعا دي بقى بالفيرست انجل بروجيكشن، الليفت والفرونت والرايت، نفس الموضوع اللي احنا عملناه، اسهل طبعا اللي احنا عملناه ان احنا عملنا اول مسقط وبعد كده اسقطنا بايه؟ بالماوس، مش محتاجين نعمل الحاجات دي يعني. طب ايه دراماتيك دي وتراماتيك؟ ايه الكلام ده؟ ايزومتريك، عندنا الايزومتريك في منه كذا شكل، يعني تعالى نختار ايزومتريك، انا كده اخترت كله ايزومتريك، معلش انا اسف، نعدل ده ونخليه فلان، تمام كده. طيب هعمل حاجه بعد كده هشرحها لو سمحت بس. طيب الايزومتريك ده تعال نجيبه كده، ده مسقط اسمه ايه؟ ايزومتريك، احنا كلنا عارفينه صح؟ طيب لو عايزين نعدل عليه مش عايزين نخليه ايزومتريك، عايزين نخليه شكل تاني، ثواني خلينا دلوقتي من الموضوع ده هنشرحه بعدين، عشان بس في حاجه اسمها بروجكتد فيوز لسه ما شرحناهاش. نرجع تاني للصفحه اللي احنا كنا شغالين فيها. طيب لو انا علمت على الموضوع الدراماتيك ده مثلا واخترت، هتلاقي المسقط مش بزاويه، احنا كنا الايزومتريك 30 و30 صح كده؟ طب لو خليته ايزومتريك، لو شلت العلامه خليته ايزومتريك
بص الزاويه اتغيرت تمام، فدي مساقط مختلفه غير ايه؟ غير الايزومتريك ستاندرد ثاني. طيب ايه اللي تحت بقى ده؟ ديسبلاي ستايل. ايه ده؟ لو انا عايز ابين الهيدن لاينز، بص اول ما علمت على الهيدن لاينز، اول ما علمت على المربع ده، ده هيدن لاينز فيزيبل، يبقى هيبين لي الهيدن لاينز. شايفين الخطوط دي؟ ما كانتش باين. لو رجعنا اللي احنا كنا فيه الهيدن لاينز ما كانتش باين. لو انا عملت ده الهيدن لاينز ايه؟ هتبان. طب ايه ده؟ هيعمل الهيدن لاينز بس هيخليها خطوط ستريت عادي. تمام؟ ده يبين الهيدن لاينز وده يشيلهم خالص. طب ايه التانيين دول بقى؟ ها؟ شيدد وذ ايدجز، وده والتاني ايه؟ شيدد بس. طب ده هعمله لك اكنه مرسوم. هنختار شيدد هيبان الشكل اكنه 3 دي، اكن وكل الكيرف كل الايدجز هتتشال. تمام؟ ده مش ظريف يعني، ما بيعجبنيش، كل واحد وذوقه. طيب نبدا بقى نروح بعد الديسبلاي ستايل. عندك ديسبلاي، عندك السكيل، عندك يوز شيت سكيل. انت اوريدي اول ما بتنزل البارت هو بيديتكت الدنيا ماشيه ازاي، انت منزله في A0 البارت حجمه كده، هو بيضرب في السكيل المناسب بالنسبه له. فهو اول ما بتنزله هو بيحط السكيل المناسب ليه. تمام؟ يعني ما بيحطش واحد واحد على طول. انت لو انت واخد بالك هتلاقي ان هو حاطط 2-1. هو اختار السكيل المناسب ليه. طيب افرض السكيل ده انا مش عاجبني، اعمل يوز كاستم سكيل واختار بقى في 1-1، 1-2، 1-5، 1-10 على حسب. بعد كده 2-1، 5-1، 5-1 طبعا هيكبر، 1-5 هيصغر. تمام؟ طيب انا عايز 3-1، مفيش 3-1 هنا صح؟ هتلاقي فوق خالص حاجه اسمها يوزر ديفاين، احط بدل 5 دي اكتب 3، ادوس صح. ها؟ واضحه؟ يبقى احنا كده غيرنا السكيل. انا غيرت السكيل بتاع المسقط الاساسي، فبالتالي كل المساقط الثانيه هتتغير تبعا له. تعال نغير، تعال نغير البلان ده. تمام؟ عشان برضو نشوف لو انا ايه غلط. هنغير السكيل بتاع ده بس، فالمفروض الطبيعي ان ده بس اللي يتغير. هنروح على يوز كاستم سكيل وهنختار مثلا 10-1 عشان يبان. وضحت؟ تفهم قصدي ايه؟ هتروحي على يوزر ديفايند وهتختاري بدل 10 دي هتحطيها 3. تمام؟ لحد دلوقتي كويس؟ كويس لحد دلوقتي؟ طيب ايه مش موجود؟ يوزر ديفاين يطلع فوق خالص. لقيتيها؟ هنا تختاري سيلكت فوق اليوز موديل تكست سكيل هتلاقي يوزر ديفاين. تمام يا جماعه؟ انا ممل النهارده صح؟ خلاص؟ وصل؟ بعد كده الدايمنشن تايب بروجيكتد وترو. المفهوم بتاعها يعني كالتالي، عندك مسقط يعني احيانا بيبقى عندك لينف مايل، عندك خط ايدج مايل، فالايدج المايل ده ليه طول توتال كام؟ 150 مثلا. فلما ابص عليه من فوق اكيد هيبان اقل من 150 صح؟ لكن لو بصيت عليه نورمال هيبان بال 150 بتاعته. نفس الموضوع في الدوائر، الدايره لو انت راسمها في بلان مايل ما بتبانش دايره، بتبان اليبس صح؟ عشان اشوفها دايره لازم ابص عليها نورمال. نفس الموضوع دايمنشن تايب كده. هو مخليها اوتوماتيكلي بروجيكتد. اخر واحده هاي كواليتي ودرافت كواليتي تبع الثريد هنشوفها قدام، بلاش دلوقتي، تبع مسامين. طيب مور بروبرتيز، المور بروبرتيز دي لما بتعمل هاتشنج في بارتس انت المفروض ما تعملهاش هاتشنج، تشيلها من هنا. هنعدي عليها، هنعدي عليها ما تخافش. نبدا نمسك الفيو لاي اوت تاب ونختار تول تول ونحاول نشرحها. اول حاجه في ستاندرد 3 فيو، ستاندرد 3 فيو دي بتعمل ايه؟ هنمسح الفيوز دي كلها، هنخلي بس الدايمنشن في الاخر لان الدايمنشن دي سهله جدا، هنخلي الدايمنشن في الاخر عشان الناس اللي هتسال على الدايمنشن. الجزء الاولاني اللي ما تسجلش
هعمل له كات، انا كنت مسجل جزء زيه، هعمل له كات من فيديو تاني وهحطه هنا. نفس الفيديو ده بس الجزء اللي انا ما اتسجلش انا هعمل هاخده من جزء تاني، تمام؟ هختار ستاندرد 3 فيو وهختار البارت، هو هينزل الثلاث مساقط الاساسيه بتوعه، البلان والفيجن والسايد فيو. هدوس صح اهو. انت عشان ما تعيش نفسك، لو انت عايزه خلاص انت من الاول ناويه ان انت هتستخدمي ثلاث مساقط دول ستاندرد 3 فيو، خلاص واضحه؟ حد يقول لي مين هنا المسقط الاساسي؟ تحت على الشمال، صح اللاين اب. اتاكد كده، نغير السكيل، حاسس ان انت النهارده معايا، تمام؟ طيب امشي بريتنا اسرع شويه. بعد كده الموديل فيو، الموديل فيو ده لو انت ما اخترتش اصلا البارت، انا اصلا ما كنتش مختار مثلا البارت او نسيت انا عايز انزل بارت تاني، نختار مثلا الشكل ده هحطه هنا اهو، تمام؟ فده اصلا لما ما اخترتش البارت او عايز اضيف بارت تاني، ده الموديل فيو. واضح الموديل فيو؟ واضح ولا انا كنت سريع شويه؟ موديل فيو ده لو انت ما اخترتش البارت او حطيت بارت وانت عايز تحط واحد تاني، تمام؟ زي انسرت كومبوننت، تمام. بعد كده البروجكتد فيو، البروجكتد فيو ده لما بتعلم عليه وبتختار اي فيو هيبدا يسقط لك من الفيو ده مساقط ثانيه، اكنه هيخليه لك اساسي بالنسبه للمساقط الثانيه اللي هتسقطها. كلامي واضح ولا ارتبه شويه؟ طيب البروجكتد فيو هتختار واحد من الفيوز اللي عندك وهيبدا يخلي لك الفيو ده الفيو الاساسي بالنسبه للفيوز الثانيه اللي هتطلعها منه، مش اول فيو انا حطيته ونزلت تحت لقيت شكل، مشيت يمين لقيت شكل، صح كده؟ هو هيعمل لك نفس الموضوع بس هتختار انت الفيو وهو هيبقى اساسي بالنسبه للحاجات الثانيه. يعني انا عايز، مش احنا كان في مسقط منهم اساسي الثلاثه؟ هو ده اللي انت هتختاريه هيبقى اساسي بالنسبه اللي انت هتسقطيهم منه. يعني اهو اخترت ده، هبدا اسقط منه تحت، لا بلاش ده، ده اصلا كان الاساسي، محدش يقول لي انا بطل، ادي اخترت ده هبدا اسقط منه، تمام؟ يمين شمال فوق، واضحه؟ طيب انا عايز الشكل ده، هختار الشكل ده هخليه شيد، تمام؟ وانزله تحت، السكيل ده كبير شويه، خليه 4 يوزر ديفاين 4 الوقت، تمام؟ لحد دلوقتي كويس؟ ده البروجكتد فيو. الاوكسيلري فيو واضح من شكله، انا لسه كنت بتكلم عن الموضوع ده. لو عندك بلان مايل وعايز تشوف فيو نورمال على البلان المايل، نفس الموضوع. لو انا عندي دايره، دايره على البلان المايل ده، مش هتبان، كنا بنرسمها بمربع مايل كده ونقسمه اربع ارباع شويه حاجات كده كانت صعبه قوي، صح؟ فبالتالي لازم ابص عليه نورمال عشان اشوفه دايره. نشوف مثال عملي بس. طيب شايفين ال انا بشرح الاوبزرفر فيو، انا بمشي تاب تاب، انا ده السيكونس بتاعي دايما حتى في السكتشز كنت كده. طب انتوا لو انتوا واخدين بالكم الشكل ده 3 دي كده، في بلان مايل وفي دوائر، صح؟ انا عايز ابص على البلان المايل ده، لو انتوا واخدين بالكم ان طبعا الدوائر دي مش هتبان كدوائر، صح؟ هتبان كاليبس. فانا هروح على اوبزيلر فيو هختار الايدج المايل ده فهبدا ابص عليه نورمال. لو اول ما ادوس عليه اهو وضحت، اول ما دوست عليه جالي ان انا ممكن اجيب منه ده، ها اهي باينه بقى ان هي دوائر، واضحه الفايده بتاعته؟ الفايده بتاعه البروجكتد فيو، عشان بس ايه، انت اصلا كنت بتسقط، صح؟ اول واحد انت نزلت منه مساق، طب ايه المشكله؟ انا محتاج ايه تاني البروجكت فيو ده؟ في ايه؟ هتبان هنا اهو. هروح على موديل فيو هختار البارت ده. الناس تركز في الحته دي؟ الناس تركز في الحته دي. اخترت الموديل وهيبدا اول مسقط هينزله لي، هدوس عليه هبدا اسقط منه شويه مساقط. شايفين ال 3 دي فيو الايزومتريك بتاعه شكله ازاي؟ مش هعرف اجيبه اللي انا عايزه، مش هعرف اجيبه زي المره اللي فاتت،
اللي انا بسقط من شكل لو انا بصيت عليه من اي اتجاه 3 دي مش هيبان اللي انا عايزه. واصل لكم المعلومه؟ فاكرين الشكل اللي انا كان باين دلوقتي 3 دي كان شويه دوائر وكيرف كده صح؟ مش عارف اجيبه اهو صح؟ يبقى لازم اسقطه من مسقط ثاني، لازم ابص عليه من وجهه ثانيه، فهضطر ادوس صح اسقط مسقط ثاني خالص وادوس صح وابدا من المسقط ده ابص عليه، فاروح على البروجكتد فيو واختار المسقط ده وابدا ابص. وضحت؟ فممكن ما تعرفيش تجيبي فيو غير من مسقط ثاني، فده فايده البروجكتد فيو. اصلا طيب الحمد لله نكمل. سكشن فيو، نخلي سكشن فيو ده ديتيل فيو. الديتيل فيو ده بيمسك جزء صغير عندك في البارت او في الاسمبلي على حسب، وبيعمل بتعملي دايره وبتبداي تجيب الجزء ده ويضرب له لك في سكيل كبير بحيث ان يعمل لك ديتيل فيو. يعني الحته دي مثلا مش باينه بالنسبه لي، مش واخد بالي منها، صغيره قوي ومش واضحه الديتيلز اللي فيها، فاروح على ديتيل فيو وابدا من اي مكان ارسم دايره. الدايره دي هوديها هنا كده اهو، هتوضح لي الشكل ده بسكيل اكبر، هتقطع لي الحته دي بس. طبعا بيبقى شكلها في اللوحات التنفيذيه بيبقى شكلها ظريف جدا يعني. طيب لو انتوا اخدتوا بالكم قربتوا شويه كده، لو احنا دوسنا صح وقربنا شويه كده. طيب يعني اهو احنا لو احنا قربنا قوي يعني كده وبنموت هنلاقي ان في حرف بي مكتوب هنا. الحرف بي ده لو احنا هنا قربنا برده وخلاص يعني ديتيل بي. فمعنى كده ان هو بيقول لك البي دي ده الديتيل بتاعها. طب افرض عندي كذا ديتيل والدنيا هتتلخبط. عايز اوصل يعني اقول اعمل له سهم اقول له ان هو ده بتاعي. تمام؟ فاروح على ادوس عليها على الديتيل فيو اللي انا لسه كنت عامله. واصله لكم انا دوست على ايه؟ دوست على الدايره دي اللي انا عملت بيها ديتيل فيو. والستايل بتاعي بدل بري ستاندرد هختار كونكتد. وده صح، فبالتالي بدأ يعمل لهم كونكشن. الحروف؟ لا، في اجزاء ما بتبقاش واضحه فعلا، هنوريك اجزاء مش واضحه يعني. بص لو حضرتك واخده بالك هنا في بيرنج تمام، والبيرنج ده جنبه سيل، لازم اعمل زوم جامد جدا عشان اشوف السيل ده صح، وكمان الهاتشنج بتاعه مش واضح تمام. فانا اضطريت ان انا اعمل فيو كبير كده وضحت البيرنج ووضحت السيل تمام. يعني انت من بعيد كده انت كنت شايفه البيرنج شايفاه صح؟ نكمل. فبالتالي لما اعمل كونكتد هيبدا يوصل ما بينهم. هقول امشي بسرعه شويه عشان حسيت الموضوع. طيب ايه تاني غير الديتيل فيو عندك في البروكن اوت سيكشن؟ البروكن اوت سيكشن ده حاجه ظريفه جدا كده. ممكن نعمل هنا خلينا نبدا. طيب نعمل موديل فيو نختار الشكل ده وابدا اسقط من الشكل ده اسقط في دي تمام. طيب طبعا انا قلت لكم عادي ممكن تشتغلوا اوتسايد الشيت فورمات ماشي. قلت لكم هنا في هول، الهول دي معموله بالهول ويزرد، يعني هنا في مكان مسمار تمام. فبالتالي افرض انا عايز السكشن ده سو سيمبل، حاجة بسيطة جدا. ممكن أوضح أعمل حتة بس أقطع فيها الدبث معينة وأوضح فيها المسمار، مش لازم أقطع كل الدنيا، صح كده؟ أقطع حاجة بسيطة، ممكن نعمل سكشن هنا مفيش مشاكل، هنعمله بالسكشن، ماشي هنعمله بالسكشن. وممكن نعمل بروكن أوت سكشن حتة صغيرة بس هقطع أبين مكان المسمار بس. أهو إزاي؟ أروح على بروكن أوت سكشن، أول ما دوست عليه إداني الإليبس. علامة اسبلاين. انا حسيت ان انا قلت حاجه غلط. طيب
معايا الاس بلاين هبدا انا عارف ان المسمار في المنطقه دي صح هبدا اعمل خد بالكم لازم اقطع بروكن اوت سيكشن فلازم يبقى كونتور لازم يبقى مقفول صح يبقى لازم ارسم سكتش كلوزد كونتور كلوزد كونتور هبدا ارسم كده اي حاجه كده تمام خلصت الرسم غير لي المنيو اللي على الشمال دي بيقول لي اه خلاص انت قطعت طب هتقطع لحد مسافه قد ايه الدبث بتاعك ممكن تكتبه وتعمل بريفيو وتشوف وممكن تختار حاجه ريفرنس يوديهولك طيب تكتبه لو انت عارف المسافه يعني تقريبا انا فاكر ان 35 نعمل بريفيو كده واضحه فكده وضح المسمار وفي نفس الوقت السكشن ايه لسه زي ما هو تمام طيب لو انا بقى مش عارف المسافه خليها 10 بس طيب مش عارف المسافه فهبدا اختار ريفرنس دلوقتي الريفرنس ده يبقى ازاي يعني لازم يبقى خط ايدج موازي للفيو اللي انا قدامي يعني شايفين شايفين الخطوط دي اي خطوط تانية موازيه ليها مش عموديه عليها عموديه عليها مش هتحدد لي المكان اللي انا هقف فيه لو عموديه عليها هقف هنا ولا هقف هنا ولا هقف هنا صح يبقى لازم يبقى فيه هنا ايدج او اي سيرفيس موازي للسيرفيس اللي انا بس باخد من عليه البروكن اوت سيكشن تمام بحيث ان انا لما اعلم عليه يقول لي اه انا قافلي هنا انا هفضل قاطع لحد ما اوصل هنا وصل الموضوع وصل الموضوع طيب هو هنا موري لك بريفيو صغير كده بالاصفر لو واضح اصفر اه لحد المكان اللي انا وصلت فانا فعلا لسه ما وصلتش للمسمار طيب ممكن اختار لو انا اخترت الايدج بتاع الدايره دي هيختار السنتر بتاعها لما انت بتختار الايدج بتاع دايره او السيرفيس بتاع دايره بيختار السنتر بتاعها فلو انا اخترت الايدج ده ودوست صح هيبدا يقطع هنا تمام طيب ده ممكن نعمله بايه نعمل اندو ممكن نعمله بالسكشن اختار سكشن وهبدا اقطع لا بس نقطع نقطع من هنا صح كده من السنتر بتاع الدايره دي او بتاع الهول دي صح وهبدا ابص كده يمين او شمال ادوس صح لو مشيت يمين اختار سكشن فيو اهو تمام لو مشيت يمين هيبدا يبص من ناحيه يمين بس مشيت شمال لو هو بص من الناحيه الثانيه تمام ندوس صح كده ممكن نعمله اهو بسكشن فيو تمام هو موري لك الاتجاه بتاع السهم دي يبقى انا هبدا ابص من الناحيه الشمال لانه عارف ان هنا في مسمار ان انا لو بصيت من الناحيه الثانيه مش هيبقى ليه لازمه هقطع من هنا وهبص من الناحيه الثانيه يبقى انا عملت ايه صح في حاجه هنا جميله ان هو كاتب ان السكشن ده دي صح الحروف صغيره جدا هنعالج المشكله تحت مكتوب سكشن دي ايش الموضوع ده ممل شويه بس مهم جدا 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 وهتستفيدوا بيه قدام يعني اللي لسه في سنه اولى وسنه ثانيه فعلا هتستفيدوا منه واللي في سنه ثالثه هيقولوا كان في كذا بروجكت هتعملوه في سنه ثالثه الترم الاولاني وسنه ثالثه الترم الثاني هيفيدكم كتير ديزاينر تمام بعد كده عندنا البريك طيب ممكن حد يقول لي كده من شكل البريك ممكن نستخدمه في ايه او هنستخدمه في ايه مفيد في ايه عايز مشاركه في ناس هنا جامده عندنا احمد لو احنا كان عندنا جسم طويل جدا كنا مش هنرسمه كله صح فكنا بنعمل كروسين كده وبعد كده ما بنرسموش كله نفس الموضوع هنا لو هعمل بريك انا طبعا مش عندي جسم طويل يعني بس انا هوريك اختار مثلا الفيو ده وهبدا اقطع ده كده واضحه طب انا مش عاجبني الزجزاج ده احنا كنا تقريبا بنرسمه كيرف ولا كنا بنرسمه خطين مش فارقه يعني اهو كيرف سمول زجزاج اي حاجه تمام المهم ايه ده بيوضح لك ان الجسم طويل جدا وانا مش هعرف اوضحه لك هنا
طيب ممكن تبعد المسافه دي، انا مش عجباني المسافه دي، انا عايزها 50 مثلا، المسافه بين الخطين مقطوعين ها واضحه. طب ده انا بقطع ايه؟ انا بقطع ايه؟ فيرتيكال. عايز هوريزونتال، اختار الشكل ده. واضحه انا اخترت ايه؟ انا اخترت مربع صغير اللي هناك على اليمين. حد كان مركز؟ طيب واضح البروكن اوت سيكشن البريك، انا اسف. طيب بقى الكروب فيو، اشرح الكروب فيو. الكروب فيو تمام. الكروب فيو ده لو انت عندك مسقط، انا شايفه، انا عموما شايفه مش مهم يعني، بس انت هشرحه وخلاص يعني. الكروب فيو لو انت عندك مسقط وعايز تشوف جزء بس معين من المسقط، يعني بقيه المسقط انا مش عايزه، انا عايز اشوف دايره فيه او اليبس فيه، فهتبدا تدوس على كروب فيو وهتروح على السكتش ترسم كلوزد كونتور برضه بس انسايد الفيو بتاعك، يعني ما تعمليش ده كده انسايد ايه؟ الفيو بتاعك. فهرسم مثلا دايره، الدايره دي هتشمل، خليها كده تمام، هاخد جزء من الدايره اللي هناك وهاخد جزء من المسقط، فبالتالي هيبقى كله لونه ابيض وهتلاقي كيرف كده. هنروح على الفيو، هنروح ندوس صح، ندوس على كروب فيو، نختار السكتش ده. ثواني بس، بدأت ارسم في سكتش قبل ما اروح على كروب فيو. بيقول لي بليز سكتش اكلوز سكتش، اختار سكتش وابدا اختار دايره ودوس صح. تمام معلش انا اسف عشان موضوع الهاتش، ممكن ايه اختار شكل تاني. طيب فليكن عندنا الشكل ده تمام. اروح على كروب فيو، هبدا ارسم، هبدا ارسم مثلا دايره كده او اليبس اي حاجه، دوس صح روح تمام، فهيقطع الجزء ده بس انا شايفه مش مهم يعني عموما. طيب احنا كده خلصنا كل التابس اللي فوق صح كده؟ في شويه حاجات بانت هنا كده يعني، لو احنا خدنا بالنا في شويه حاجات بانت هنا على الشمال، دي كل حاجه انا عملتها. يعني انا بدات حطيت مسقط، المسقط ده يتضمن البارت اسمه كرانك، بعد كده حطيت مسقط ثاني اسقطته منه بروجكتد فيو. لو انت جيت على العلامه دي المفروض يكتب لك حاجه، مش مشكله، العلامه دي معناها بروجكتد فيو. لو انتوا واخدين بالكم برضو شايفين العلامه اللي فيها بارت صغير كده لونه اصفر، دي معناها ان ده المسقط الاساسي، حاجه برضو عشان تبقى عارفين. بعد كده اسقطت منه مسقطين، بعد كده عملت ديتيل فيو، وبعد كده عملت مسقط اساسي تاني اللي هو بتاع البارت التاني ده، واسقطت منه شويه مساقط كتب. واضحه؟ فدي الستبس بتاعتي. لو انا مسحتهم كلهم هيتبقى حاجه اسمها شيت فورمات. الشيت فورمات ده لو انتوا واخدين بالكم ملوش علاقه بالبارتس صح كده؟ انا مسحت كل البارتس واتبقى حاجه اسمها شيت فورمات. الشيت فورمات هو ده اللي انا قلت لكم عليه بينزل بيه سولدورز. عايز اعدله اعمل عليه كليك يمين واعمل ايديت شيت فورمات، اعمل زوم كده هتلاقي ان سوليد ووركس عامل تيبل لوحده، طبعا تيبل معقد شويه، ده التيبل بتاعنا. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل تيبل بتاعك، تخش على السكتش وترسم عادي خالص. يعني ممكن نعمل ايه؟ نمسح كده، انا مش عاجبني البوكس ده خالص، اعلم عليهم كلهم وامسحهم، وابدا ارسم انا البوكس بتاعي، وابدا اعلمه براحتي بقى. عايز اكتب، اروح على انوتيشن، اختار نوت واكتب هنا، واكتب اي حاجه، اغير السايز اي حاجه تمام. يعني انا ممكن اكتب الشيت فورمات بتاعي،
اعمل تيبل واللي انا عايز اعمله صح كده. بعد ما اعمله اعمل له سيف بس. ممكن اوريكم بقى شيت فورمات. حاجة كده زي كده مثلا. ده شيت فورمات مثلا انا عامل عليه ايديت، حاطط الشعار بتاع الكلية، فده بقى جاهز بقى. اجي اي بروجكت اروح جايب شيت فورمات، اغير الاسماء، اغير السكيل على السوليد، عامل بس مغير الوان وكاتب شوية كلام وحاطط اللوجو بتاع الكلية وخلاص، ومسيفه بقى. كل ما احتاجه اقوم اعمل نيو واعمل براوز واعمل دروينج، اعمل براوز هنا واختار بقى مكان الشيت فورمات بتاعي. تمام؟ اهو هدوس صح هيختار الشيت فورمات بتاعي انا. فده بقى جاهز، فيه شعار الكليه، فيه اغير بس اسم الدكتور واغير اسمي انا واسم اصحابي وخلاص، والسكيل اكتبه شويه كومبوننتس بس خلاص. تمام؟ واضحه؟ فدي مفيده جدا يعني، دي هتبقى بدل ما كل مره ترسم فارسمه مره واحده هتتعب فيه وبعد كده ايه؟ خلاص. واصله؟ طيب ايه تاني ممكن يتعمل؟ نخش شويه على الاسمبلي في الدروينج لاي اوت. ممكن نعمل مع بعض اكسبلودد فيو للجورنال بيرنج اللي احنا رسمناه. كمل بقى كويس انا افتكرت. طيب هبدا اعمل اكسبلودد فيو لان انا عايز ابين المسقط ده 3 دي. هعمل هحاول اعمل حاجه، احاول اعمل حاجه بالمنظر ده كده. تمام؟ فاكرين البالانس اللي كنا بنحطها، بنقول ده بارت 1 بارت 2 بارت 3 ونحطهم بعد كده بنعمل بيلد اوف ماتيريال كده صح كده؟ تيبل كده بيقول لك واحد ده البيز، 2 ده الكاب. تمام كده؟ عايزين نعمل حاجه زيها، فمحتاجين نعمل اول حاجه ايه؟ اكسبلودد فيو صح؟ في اي اسمبلي عايز اوضح فيه الاسمبلي لازم اعمل اكسبلودد فيو. فانا معايا البارت اهو، هبدا اعمل اكسبلودد فيو، اختار المسمارين ارفعهم، بعد كده اختار تو ووشرز، اختار الكاب، تمام كده؟ خلصت الاكسبلود فيو بتاعي، هدوس صح. طب انقل بقى ده على الدروينج ازاي؟ هدوس على علامه الشيت، بعد كده دروينج، اوكي. اختار الفورمات بتاعي مش مشكله، هختار السايز بتاعي، اي حاجه دلوقتي مش مهمتي. تمام؟ بعد كده هبدا هدوس علامه الاكس نكست. لحظه بس. هيبدا يقول لي المسقط اللي انا اصلا كنت واقف عليه هيحطه لي. طيب اعتبر ان انت ما حطيتهوش، ضاع منك مثلا، هنمسحه. هنجيبه ازاي؟ طيب طول ما انت فاتحه، طول ما انت فاتح كده وعامل اكسبلودد فيو وانت في الدروينج لاي اوت، في حاجه اسمها فيو. نعمل فريش. المسقط بس ما عملناش سيف بس. بيحمل اهو المسقط من الفيو باليت، هتختار
البارت بتاعك اسمه جورنال بيرنج اسامبلي، هتعمل ريفريش هيبدا يختار لك المساقط. هتلاقي واحد من المساقط مساقط ايزومتريك، بس مش تحت ايزومتريك ده في واحد تاني اسمه ايزومتريك، بس ايه تعمله دراج ودروب كده اهو وتحطه. تمام. طيب ده دلوقتي عايز اكبر السكيل، اختار مثلا يوز كاستمز جير ديفايند 1.2 × 1 مثلا. تمام، عملت السكيل بتاعي. طيب هبدا بقى عايز اعمل بالانس، صح كده؟ ابدا اختار بارت واقول له بارت ده رقم 1، بارت بارت ده رقم 2. ممكن تعملها اوتوماتيك، ممكن تعملها مانيوال، يعني ممكن تختار بارت بارت، ممكن تخليه هو يختار كل البارتس. هتروح على انوتيشن، هتلاقي في بالون في اوتو بالون. بالون دي كل بارت لوحده هتختاره، احنا هنستخدم اوتو بالون على طول. اول ما بتدوس عليها هتختار المسقط، هبدا اختار المسقط هو لوحده. شايفين بدا يحط بالونات، بس هي الفكره بقى ان احنا كانوا بيقولوا لنا ان احنا بنحط على نرسم خط راسي كده على اليمين وكل البالونات تبقى هناك، او نرسم خط افقي فوق وكل البالونز تبقى فوق، صح كده؟ ممكن تغيرها هنا من الستايل، يعني انا لو دوست على على دول كلهم هيروح كده. خليته شمال اهو شمال، عايزه تحت اهو، عايزه فوق كلهم اهو، واضحه؟ طب خليه كده دلوقتي. حاجه ثانيه تحت بيقول لك عايز السهم ده يعلم على ايدج ولا فيس؟ يعني عارفين الايدج والفيس صح؟ طيب عايز حاجه واضحه شويه كده اهو، حاجه زي كده. شايفين السهم معلم على ايه؟ علم على الدايره المحيط ايدج. لو انا اخترت فيس هيبدا يختار فيس، هنا ما وضحتش قوي، ممكن هنا تكون باند، بدا يختار فيس اهو. لو كان ايدج هيبدا يختار ايدج، مش هتفرق، انا بحبه ايدج يعني. تمام. طيب بعد كده مش عايز مثلا دوائر، انا عايز مثلثات، عايز اي حاجه، عايز تحط الارقام دي اي حاجه بقى، دي ازواق بقى خلاص. طب ايه تو كاركترز دي؟ دي حجم الدايره، يعني لو انا عندي 5 هتبدا الدايره تكبر. تمام، مش عاجبني 5 عايزها مثلا هبدا اكتب محيط الدايمتر بتاع الدايره بالمليمتر، يعني مثلا 50 مليمتر اهو، واضحه؟ طيب انا عايز الارقام اللي تتكتب جوه توضح ايه؟ ايتم نمبر، يعني عايز اقول ايتم نمبر 1 رقم 2 رقم 3 واسميهم، ولا الارقام اللي جوه تقول لك من البارت ده في كام واحد منه، يعني الكوانتيتي. لو انا اخترت مثلا الكوانتيتي المسمار ده في كام واحد منه، فهلاقي هنا 2، الوشر دي فيها كام واحده؟ 2، فهلاقي 2 تاني، بيختار واحد منهم ويقول لك انا عندي منها كذا واحده، فممكن تلاقي ارقام متكرره عادي وده كوانتيتي. انا عموما احنا في الغالب ما بنعملش كوانتيتي، احنا بنعمل ايه؟ ايتم نمبر. فهنختار ايتم نمبر، هقول له ده رقم 1 ده رقم 2 رقم 3، ما فيش حاجه هتتكرر بقى. تمام. طيب ايه تاني؟ طيب الاسهم بقى والستايل بتاعها، لو احنا شلنا العلامه يعني الخط بيبقى سمكه قد ايه، حاجات كده ايه يعني، لو انتوا بصيتوا عليها تعرفوها يعني، بس ممكن اشرحها لكم. الاسهم والفريم، عايزين السمك بتاع السهم يبقى تخين، يعني مثلا كده واضح ان الاسهم شايفه تخنت كده. تمام، واضحه؟ شويه حاجات كده ايه. طيب في فاكرين حاجه اسمها اللايرز اللي موجوده في الاوتوكاد؟ فدي بتضيفها من فين يا رب؟ لايرز في حاجة كده ممكن تفيدكم، في انتوا نمتوا يا جماعة ولا ايه؟ في المستطيل فوق صح؟ المستطيل فوق ده لو في هتلاقوا سهم كده صغير، ممكن تختاروا كوماند، ولو في كوماند انتوا واقفين فيه مش لاقيينه تكتبوا اسم الكوماند على طول هيجيبه لك. هو الطبيعي بتاعه بيختار سوليد ووركس هيل، انا بختار كوماندز وانا دلوقتي واقف في لايرز، انا دلوقتي عايز اجيب لايرز وعايز اعمل شويه لايرز، فهدوس. تمام، لاير بروبرتيز اهو، ابدا بقى احط الستايلز بتاعتي. فاكرين بقى اذا كان ده خط داش ولا خط سنتر لاين وخط ده سمكه ايه ولونه ايه؟ تمام، وابدا استخدمها، يعني ابدا لما اختار الخط ده اقول له لا انا عندي اصلا لاير انا مستخدمها جاهزه استخدمها، زي الاوتوكاد. تمام،
ممكن تعمله امبورت لللايرز اللي انتم لو عنده واحد كان عامل لايرز كتير في الاوتوكاد مجهزها عنده ممكن يعملها امبورت على السولدر. واضحه لحد دلوقتي؟ كويس. طيب ازاي تعمليها؟ طيب خليها لما نخلص، خليها لما نخلص نغير بس الحاجات دي عشان ايه الصراحه. تمام. طيب دلوقتي عايز اعمل بقى تيبل. طبعا مش هعمل، ممكن اخش على الشيت فورمات واعمل انا التيبل واسمي انا التيبل واحد، ابص على واحد اه ده مسمار اكتب مسمار، اثنين لا صامولة اكتب صامولة، هتعب بقى. ففي حاجة في الانوتيشن اسمها تيبل هناك، هنختار طبعا احنا محتاجين كلف ماتيريالز، هبدا اختار المسقط وابدا وادوس صح كده تمام، هبدا احط اهو التيبل. هيقول لك واحد ده والله ده البيز بتاعي بتاع جورنال بين، اثنين ده الكاب، ثلاثه خلاص هو جاهز وكمان لينكد. يعني حتى لما انا اخش عليه هو اصلا الكلام كونكتد بالصوره، فانت لما تدوس عليها بعد كده في لحظه حاجه زي كده. شايفين بتبان ازاي لما بتسيبوها بي دي اف؟ بيقول لك والله ده drawing view كذا، ده drawing كذا، ده الفيو كاز، ده نفس الموضوع في البارتس تمام. هي لينكد. عايز اكبر التيبل عادي، بعمل له باجي لحد ما السهم ده يطلع واصغر واكبر براحتي، احركه على لحد ما تيجي علامه الموف ابدا احركه في المكان اللي انا عايزه تمام. سيف از بي دي اف فورمات. حد عنده مشاكل لسه؟ طيب نكمل نحط شويه مساقط عشان نبدا اخر حاجه نشرحها الدايمنشن. قطعته مني خلاص فصلته. طب ليه ما حدش بيتكلم يا جدعان؟ انتوا محتاجين بريك، اصل احنا لازم نخلص، محتاجين بريك، لازم نخلص دايمنشنز. ما ينفعش ذا دروينج لاي اوت، مش عايز اخد فيه تو سيشنز. خلاص ناخد بريك، ناخد بريك قليل بس نكمل بقى. طيب في شويه حاجات كده مهمه، هنحط الموديل فيو، نبدا ابدا احط الستاندرد فيو من ال بلاش 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 عارفك هتعرف. ممكن اروح على الفيو باليت واختار فرونت واحطه هنا وابدا اقول والله ان ده هيبقى البروجكتد فيو بتاعي وابدا اسقط منه الرايت. طيب انا بصيت من تحت، معايا انا عايز ابص من فوق مثلا اهو تمام. اه تمام، بس لو هو ما عملش بروجكتد فيو انت تروحي على بروجكتد فيو تخليه يسقط منه، مفيش مشاكل خالص يعني. اختار ده واكبر السكيل بس سريعا، ده كبيره قوي كده ما ينفعش كده. طيب كده حلو. تمام. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ كده قطعت افكاري، هبلا افكاري. طيب في حاجه اسمها سنتر لاين. سنتر لاين ده لو انت عندك دوائر زي كده والسنتر لاين بتاعها مش باين، فبتختار عليها وبتعلم على الدايره يبدا احط لك ليها سنتر لاين. واضح؟ هتفيد في ايه؟ افرض انا هبدا اعمل سمارت دايمنشن دي، لو انت عايز تحط دايمنشن زي السكتش بالظبط، سمارت دايمنشن من اول هنا والله لحد هنا هيبدا يحط لك الدايمنشن، ما فيهاش حاجه خالص يعني. بس في حاجه ثانيه اسمها موديل دايمنشن، موديل ايتمز. موديل ايتمز دي بيحط على الموديل كله الدايمنشنز كلها عشان يبقى فولي ديفايند. الطبيعي ان انت مش هتبقى مركز اه والله ده فيه بعد ناقص صح كده، فانت مش هتنزلي مساله وتطلع المساله في الاخر فيها بعد ناقص. فالموديل ايتمز بيحط لك كل الدايمنشنز المتاحه، بس المشكله ان هو سوليد ووركس لما بيحطهم مكعبلين. تعال نشوف بس كده يعني، تعال نروح موديل ايتم. طيب نختار سيلكتد انتاير موديل. طيب في شويه حاجات هنا مهمه تخلوا بالكم منها. يعني هو دلوقتي هيعمل، لو انا عندي هولز
مثلا بلاش نعمل سيكشن بس هنا عشان تبقى غير. نعمل سيكشن. فاكرين الهاف سيكشن؟ اهو. اللي حد بيحب الحاجات دي يعني. ماشي؟ تحبوا نستخدم واحد؟ تعالوا نستخدم تقريبا كان كده. ايوه الصفحه دي بيقول لك انت مش عايز تقطع في ايه؟ تقريبا المسامير احنا بنقطع في مسامير. بنختار مسمار. مش هو ده المسطر بتاعي اللي انا عايزه اصلا. يا ابني الناحية العكس يا ابني. لحظة بس هشوف في بالي. ايوه هو ده تمام. طيب ده الهاف سيكشن اللي انتوا فاكرينه صح؟ دلوقتي هو الطبيعي ان ده مسمار، الطبيعي ان هو عارف ان المسمار ما بيتقطعش فمش هيقطع لك المسمار، بس لو قطع المسمار بقى خلي الحته دي بعدين لان الحته دي اصلا مستفزه. تمام؟ احنا كنا عايزين نوضح ايه؟ اه في الانوتيشن موديل الانتاير موديل تحت خالص بقى هتلاقوا هنا ايه؟ الهول ويز بروفايل، يعني هو وهو بيعرف الدايمنشنز بيقول لك انا انت عايزني احط دايمنشنز على الهول ويز حاجات تبع الهول ويز الهول ويزرد اللي ايه الحفره اللي انا بعملها صح كده؟ طيب مكان البوزيشن اللوكيشن بتاع الهول ويزرد مش الحاجات دي؟ طب نحط الدايمنشنز الاول نعمل صح وما نعملش مانتس على الحاجات دي. ما اخترتش الفيو، تختار الفيو. مش اتأخرت عليكم أنا آسف والله النهارده، بس يعني ده حالة كده مضطرين. طيب هنعمل سيكشن تيجي نحط بقى الدايمنشن. فهنروح على الانوتيشن موديل ايتمز انتاير موديل كده هيعرف الموديل كله. هدوس صح هيبدا يعرف لي اماكن صح كده، عرف لي الدايمنشنز كلها وكده خلاص كده فولي ديفايند. ما تخافوش يعني كده فولي ديفايند. طيب لو لاحظتوا هنا في هول ويزرد في ام كام مش عارف، الشطفه دي على زاويه كام ما اعرفش، المسمار ده كام ما اعرفش صح كده. ففي في الموديل ايتمز لازم تاخد بالك ان انت لو اتعلم على الحاجات دي لو انت عندك فتعلم عليها اهو علمت عليهم بدا يقول لي اه والله ده المسمار الزاويه بتاعته 118، الفاي بتاعت الهيد بتاعتي بتاعت راس المسمار 33، القطر بتاعي 15 ونص. تمام واضحه. فانتوا تقروا الحاجات بقى اللي انتوا محتاجينها لو انت عامل سيركلر باتن وكده، يعني شويه حاجات بقى اللي علاقه باللحام. بعد كده تحط اللاي اوت بتاعك لو انت عندك لايرز انت حاططها دول صح. تمام ده بشكل موجز كده الدايمنشن. لو حد عنده اي مشكله يسال بقى جروب. تمام انا اسف طلت عليكم النهارده والله. شكرا.